بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي متابعي قناة أولاد الملك، أهلا بكم في فيديو جديد عن قصة حقيقية بعنوان المهمة الفورية. راجل بسيط اسمه عبد المسيح، عايش وحيد في إحدى قرى الصعيد في منزل صغير مكون من أوضتين وصالة، وكان خادم حلو خالص. ولما لقى عبد المسيح 12 طفل صغير فقير ملهمش حد يرعاهم، جمعهم في بيته وتعهد برعايتهم. وما كانش الراجل ده مشهور، ما كانش بيجيله تبرعات، بس هو كان بيصرف على الأطفال دول من مرتبه، وكان طعامهم دايما الفول المدمس هو والأطفال. أما في الأعياد فكانوا بيأكلوا جبنة بيضة، وكان عبد المسيح لفقره ما كانش بيقدر يقدم لهم 3 وجبات في اليوم، فكان بيأخر وجبة الفطار شوية ويقدم وجبة العشاء شوية، وبكده يوفر تمن الأكلة التالتة، وكان بيكتفي مع الأطفال بوجبتين يوميا. وكان عبد المسيح بيستعين بواحدة بتيجي مرة واحدة في الأسبوع تدمس الفول وتغسل الملابس. وفي يوم لاحظ عبد المسيح إن الأطفال بيهرشوا وشاف حشرات على جسمهم، فسأل الست وقال لها هم الأطفال استحموا آخر مرة إمتى؟ فجاوبت وقالت له أنا مش فاكرة، علشان كل طفل ما عندوش غير طقم هدوم واحد بس اللي هو اللي لابسه على جسمه، فعشان كده مش قادرة تحميهم. فتضايق عبد المسيح وقال لها الأطفال لازم يستحموا فورا دلوقتي، وبعد ما يستحموا يناموا على سرايرهم تحت الغطا بدون ملابس لغاية ما تنشف الملابس بتاعتهم. وفعلا حموا الأطفال ودخلوهم على سرايرهم، وغسلت المرأة ملابسهم كلها ونشرتها على حبلين، ومر الوقت والهدوم مش عايزة تنشف. فقامت المرأة فكرت فكرة انها تولع عبور الجاز عشان يساعد بالحرارة على تنشيف الملابس، ولكن للأسف النار مسكت في الجلاليب وامتدت النار وحرقت كل الهدوم، وبالعافية طفوا النار. ما تملكش عبد المسيح نفسه ودخل أوضته وقعد على مكتبه وكان عليه صورة لرب المجد، أما ولع شمعة عشان ما كانش فيه كهربا في القرية، وبدأ يعاتب ربنا ويقول له ما يعرفوش طعم اللحمة وبيأكلوا فول بس وردينا، بناكل مرتين بس في اليوم وردينا، أمراض وضعف وردينا، لبس واحد لكل طفل وردينا، لكن إيه ده يا رب؟ هدومهم تتحرق ويبقوا من غير هدوم خالص، أنا خلاص مش قادر أتحمل. وقعد يبكي عبد المسيح بشدة قدام صورة رب يسوع وحط إيده على المكتب ونام. وكانت الساعة 5 آخر النهار، وفجأة صحي بعد 10 دقايق على صوت أصوات كتيرة بتناديه افتح يا عبد المسيح افتح يا عبد المسيح. جرى عبد المسيح وفتح باب الشقة وفوجئ بأطفال القرية ملفوفين حوالين عربية حديثة جدا واقفة قدام بيته. ونزل السواق وفتح الباب الخلفي، فنزل سيدة غنية جدا وسألته انت عبد المسيح؟ اجاب ايوه. طلبت السيدة من السائق ان يفتح شنطة العربية ويجيب الكراتين الموجودة فيها، وفوجئ عبد المسيح بالسائق يدخل الى منزله. فاجاب عبد المسيح هو في ايه؟ مين حضرتك؟ دخلت السيدة للمنزل وقالت له انا عايشة في اسيوط بعيد عن القرية بتاعتكم دي، وكنت بصلي قدام صورة الست العذراء الساعة 3 بعد الظهر، لقيتها ظهرت قدامي وقالت لي دلوقتي حالا تروح تجيب 12 طقم غيارات لكل طفل بالمقاسات دية، وقالت لي اسم القرية، فقلت لها انا معرفهاش، فقالت لي انا هوصلك بس انت روحي بسرعة الحق المحلات قبل ما تقفل. يا سلام على حنيتك يا رب. وبكده ربنا احضر لكل طفل 12 طقم ملابس بدل من القديم اللي احترق، لأن الله لا ينسى أولاده أبدا، فهو رجاء من ليس له رجاء وعزاء صغيري القلوب. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. إذا عجبتكم القصة ياريت تعملوا لايك وشير عشان أكبر عدد يستفيدوا منها، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد بنقدمه، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام ربنا يكون معكم.
صانع السلام.